المؤتمر السنه دي بالاضافه للنجاح اللي كان موجود في السنه اللي فاتت يمكن شجعنا وشجع الشركات الاوروبيه اللي احنا بنمثلها والامريكيه ان احنا نكبر حتى التواجد بتاعنا، وتقدمنا السنه دي بتكنولوجيا اعلى او اخر تكنولوجيا موجوده، وده شجع الشركات ان احنا نبتدي نتناقش معاهم بخصوص امكانيه ان احنا نبتدي موضوع التجميع كمرحله اوليه لبعض المنتجات هنا في مصر. النهارده مؤتمر اللي بنتكلم عليه النهارده بتاع هيئه الشراء الموحد افريكا هيلث اكسبون تحت رعايه وتشريف السيد رئيس الجمهوريه، وضح بشكل كبير جدا الخطوه اللي مصر النهارده متبنياها من صناعه دواء قويه جدا من خلال هيئه الشراء الموحد، من خلال هيئه الدواء المصريه في مبادرات للتنميه ونقدر نقول مشاركه مع افريقيا، الانفتاح على افريقيا، مصر تكون بوابه ومهد للتصنيع الدوائي في افريقيا من خلال حاجتين. الحاجه الاولانيه هي نقل الدواء لافريقيا من خلال المصانع المصريه، الحمد لله وشكر لله احنا عندنا النهارده قاعده صناعيه مصريه كبيره بتغطي تقريبا 92% من احتياجات الاسواق المصريه من الوحدات المباعه، وعندنا قدره تصنيعيه كبيره جدا من خلال اكثر من 174 مصنع. فالنهارده هيئه الشراء الموحد من خلال الشراكه مع مجموعه من الدول الافريقيه الكتيره من خلال توجيهات السيد الرئيس ان احنا نبدا نتجه لافريقيا عشان نبدا نوصل لهم الادويه ذات الجوده العاليه واللي بيتم المراقبه عليها من خلال هيئه الدواء المصريه. مجال صناعه الدواء في مصر بنعتبر ان احنا عندنا ميزه تنافسيه كبيره قوي نقدر بيها ان احنا نساعد دول كتيره قوي في القاره الافريقيه. القاره الافريقيه عندها مشاكل كتيره في الرعايه الصحيه، في الامراض المزمنه والامراض المتوطنه، ويمكن التجربه المصريه كمان في تحسين الرعايه الصحيه لامراض كتيره. يعني مثلا لو خدنا المبادره الرئاسيه لصحه المراه، دي من الحاجات اللي غيرت شكل صحه المراه في مصر عموما، بالذات بموضوع الاورام والاكتشاف المبكر للاورام، ويمكن ده كان من ضمن التوصيات للمؤتمر. كان في نقاشات كمان كتيره قوي عن توطين صناعه الدواء في افريقيا، بالذات الصناعات الحيويه زي الامصان وادويه الاورام. كان في نقاشات عن الاستفاده من تجربه مصر الممتازه والناجحه جدا بالنسبه للشراء الموحد. يمكن منظومه الشراء الموحد في مصر ساعدت في ترشيد الانفاق على المستلزمات والمستحضرات الطبيه.